الشريف رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان. بداية حنان، أهلا بك، وكيف تابعت كذب الميليشيات بخصوص مركز احتجاز المهاجرين والقصف عليه؟ نعم سيدة حنان. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تابعنا اليوم جلسة التي تم انعقادها في مجلس الأمن الدولي بخصوص إصدار بيان بشأن قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا. نعم. والتي عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان بخصوص هذا الموضوع، يدين الضربة الجوية الذي استهدف مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا، والذي أوقعت 44 قتيل وحوالي 130 جريح. نعم. طبعا هذه الجلسة التي استمرت لمدة ساعتين قدمت فيها بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقوف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار. وطبعا كان سبب الرفض المجلس الأمن الدولي لعدم وجود أدلة كافية حول هذه الجريمة، ويعلم الجميع أن مركز احتجاز المهجرين هو موجود في تاجورة، طبعا تاجورة أو يسيطر عليها أو بالأصح يتواجد فيها العديد من المعسكرات والميليشيات التي هي تسيطر على عاصمة طرابلس. نعم. وبالتالي فنحن يعني يتحمل المسؤولية من قام بهذه الجريمة الشنعاء والجريمة الغير إنسانية، والذي يعني استغل الوضع الفوضى في طرابلس، فيتحمل مسؤوليتها من قاموا بهذه الأعمال ووضع المهجرين في أماكن هي أصلا أماكن مفروض يعني لا يوجد فيها لا مراكز احتجاز ولا طيب. سجون ولا أي شيء. طيب سيدة حنان، الأمم المتحدة أكدت أن ميليشيات السراج تستخدم هذه المراكز من أجل تخزين الذخيرة والمعدات، كيف يمكن ملاحقة هؤلاء من الناحية القانونية؟ طبعا نحن طلبنا كمنظمة ليبية لحقوق الإنسان يجب بجمع الأدلة وفتح تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. نعم. وأيضا أن يكون يعني تشكيل لجنة تقصي حقائق تكون طبعا، وأيضا يعني مش بس حتى تكون محلية حتى تكون دوليا، لأن بصراحة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة الشنعاء كل المنظمات العاملة في مجال الشؤون اللاجئين، وأيضا تتحمل المسؤولية كذلك البعثة الأممية، لأن البعثة الأممية تعلم جيدا بأن هناك يوجد الآلاف ينتقلون إلى جنوب الصحراء في ليبيا، ومع الأسف الأعداد في الفترة الأخيرة أصبحت تتزايد، بالرغم أن هناك يعني يوجد اتفاقات ما بين حكومة الوفاق وبعض المنظمات وخاصة المنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن يجب أن يكون مراكز احتجاز هؤلاء المهاجرين في أماكن معينة وتم الاتفاق عليها، ولكن اختراق هذه الاتفاقيات والتلاعب فيها في مصير هؤلاء المهجرين يعني نحمل المسؤولية الأمم المتحدة، وعليها هي أن تقوم يعني عليها الأمم المتحدة أن تدين هذه العملية وليس نعم. فقط الإدانة، ونم عليها أن تبحث مع حكومة الوفاق ما حدث وتكون جادة في العمل، لأن هذا نعتبره هو عمل إنساني وليس العمل الأول الذي تم الاعتداء عليه من قبل الجماعات الإرهابية. أشكرك حنان الشريف رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.